هذاك محليها برشا جو. بيها محليها تحفونا برشا محليها. وعجبني وقت بدت المسرحية بالضبط. فرحونا ضحكوا الصغار الكل ويعطيهم الصحة. تعلمنا برشا حاجات. أنا توا في طيارتي يا بومبك. أنا توا في طيارتي شيخ وعامل جو في طيارتي. أنا توا فوق ترج العاصمة. شي الفوضى هنا، شي الكراب، شي الكاميونات، شي الكيران. شو الثعبان الأخضر. في المسرحية حق محليها برشا جو. وش اسم الممثلين، شو اسمه، عارفوا يمثلوا برشا الحق. وعجبتني على الاخر كه اي على الاخر. تعلمنا برشا حاجات والصديقة وكل شيء. عمل جو اي برشا بيها محليها تحفونا برشا محليها. الوليدات الصغار خاصة صغار معناتها حاجات معناتها تعلموا برشا حاجات، خيام وأخلاق وكل شيء معناتها حاجات باهية، معناتها حاجات باهية معناتها تخلي الصغار يفهموا برشا حاجات. عجبتني المسرحية وقول مخسي لمن نهدي على الاستفاضة كي جيتنا اليوم للكرم ومخسي وكهو. نتاع اليوم باهي محلي. شنو فهمت منه العرض؟ لازمنا نحترم كل شيء ولازمنا نعرف المواقب اللي نحن عاملينها برواحنا وكل شيء لازم هكا. واحسن شخصية اللي عجبتك، يعني شخصية شنية، الثعلوب، الشجرة، الكواكب، شنو؟ عجبتني الثعلوب وعجبني وقت بدت المسرحية بالضبط. وشنية تحب تقول لامين النهدي الفنان الكبير لامين النهدي، شنية تحب تقول؟ يقعد بيسيب برشا صغار كيف. عجبتني برشا، يعطيهم الصحة. فرحونا ضحكوا الصغار الكل ويعطيهم الصحة. شخصية الأمير الصغير هي اللي الشخصية اللي تضحك وهي الشخصية حتى لمين النهدي زادة يعطيه الصحة برشا. أما اللي بلبزها لحنش اي هو اللي بلبزها في الأخر لحنش. خليك عندك برشا أحلام هكايا، عشت معاها المسرحية؟ اي عشت معاها مسرحية باهية وكبيرة زادة ويعطيهم صحة. عجبتني المسرحية برشا ونحب نشكرهم ياسر على خاطر ضحكونا. وأكثر شخصية عجبتني هي شخصية ثعلوب والأمير الصغير. سحرة نحلة مسرحية الأمير الصغير.